وعشان أأكد لكم بقى موضوع دين الكلب وإن الفيديوهات متفبركة، هوريكم فيديو معمول من سنة لطفل سوري وهو بيتضرب بالرصاص وهو قال بينقذ أخته من ضرب الرصاص. طب تعالوا نشوف الفيديو وهوريكم الفبركة بتاعت الفيديو إزاي. اتفرج مع بعض. هاي الكوتشي مفخر الشاني. شو فيه يا ونجم؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هرب 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 يا شباب. لك شفت شلون أطلقوا النار عليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شباب شباب عم يتحرك. لا العمى عم يتحرك. لك هذا حي والله مو ميت. حي عم يتحرك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما تصدق. لا حول ولا قوة إلا بالله. مات الصبي. لا حول إلا مات الصبي. عم يتحرك. عم يتحرك. رجع يتحرك. الله أكبر 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 الله أكبر. هربوا. الله اكبر. خدتوا بالكم بقى من اللي بيصوروا؟ تمثيلهم اوفر قوي. ارحاب هيموت. ارحاب 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 اوفر اوفر يعني. طيب طب هقول لك حاجه، ما كنت تروح تنقذه ان شاء الله تموت بداله يا اخي. ازاي هان عليك انك تصور صوره وانت بتشوف طفل بيموت؟ بتصوره ما تروح تنقذه ولا ما تروح تنقذ؟ انتوا بتشتغلوا. طب هوريكم بقى الميكنج بتاع التصوير. نفس المشهد اللي بيطبق نظريه فيلم ديل الكلب اللي انا قلت لكم عليه. الفيديو كان نازل على ان طفل سوري بينقذ اخته من الموت في سوريا. الفيديو كله متصور في مالطا. في مالطا في مالطا. عشان ما حدش يقول ان انت بتتريق على طفل بيموت. ما يروح جايب لك ده يقول لك بص ادم بيتريق على طفل مات يا عيني. ها لا يعني عشان تشوف. تعالوا بقى نشوف كواليس التصوير عشان تشوفوا الخدعه الكبرى. اتفضلوا. بعد التصوير بريك. هم في بريك. turn the right way Lars. اها البت والواد اهو. اها البت والواد. وادي المخرج وادي المايك. كروت تصوير في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه؟ ايه ايه بقى؟ احكموا انتوا بقى. مفيش كده خالص. افتكر بقى يبقى غباء لو حد قال ادم بيتريق على طفل سوري مات برصاص الجيش السوري. يبقى مفيش غباء بعد كده. اوعى تصدق شغل الامريكان واسرائيل وقطر. عايز تصدق شغل الامريكان واسرائيل وقطر انت حر يا اخي. خليهم يضحكوا عليك زي ما انت عايز. انت غاوي تتركب من الامريكان. عايزني انا اتركب ليه مركوب؟ عايزني اتركب اللي بيتلسع من الشرب وينفق في الزبادي زي ما قال لك اسامه بن لادن. موتناه وحرقنا جثته ورميناه في البحر زي الطقوس الاسلاميه. ويا الطقوس الاسلاميه فيها حرق جثث. عايز تبقى مع الامريكان خليك مع الامريكان انت حر. ما لكش دعوه بامي خالص ولا خالص ولا